بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في آخر جزء من Chapter 5 من كورس Foundations Engineering 2 لقسم الهندسة المدنية المستوى العاشر في جامعة الملك خالد، وآخر حاجة في الرافت Foundations باستخدام الطريقة التقريبية اللي هي Area of Steel. طبعا احنا رسمنا في الاتجاهين المومنت بتاعي، فابتدي اصمم الحديد بتاع كل سيكشن. اريا اس بتساوي الام على الجي في الدي في الاف ييلد، ده في الاتجاه اكس دايركشن وكمان في الواي مين دايركشن، واطلع الحديد هنا والحديد هنا والحديد في كل اتجاه. لو عايز اجيب الحديد في المتر يبقى هقسم الحديد بتاعي دوت على العرض بتاع القطاع. يعني انا لو شغال في الاكس دايركشن هقسم على بي، لو انا شغال في الواي دايركشن هقسم على مين؟ على ال. اما تيجي تحط الحديد بتاعك الطريقة دي، طبعا هي طريقة تقريبية طبعا مش طريقة اكزاكت، بتلاقي نفسك ان انت هتحط الحديد بتاعي كله، كل الحديد بتاعي بناء طبعا على رسمة مين؟ المومنت، محطوط فين؟ في الاتجاه ده مثلا كده، والوسط اللي هو السفلي بيتوصل في النص، كويس؟ ده ماشي في القاعدة كلها، مالوش دعوة بقى شكل الاستريس ازاي، احنا خلاص احنا خدنا اقصى حاجة. ونفس الكلام في الاتجاه مين؟ التاني. ادي الحديد العلوي بتاعي دايما بيعدي السبورت او بيعدي العمود، اما الحديد السفلي بتاعي بيبقى فين؟ في نص البحر، عشان المومنت بيبقى اقل ما ايه يمكن، او بناء لو المومنت كان منتظم بالشكل ده. يبقى انا لو رسمت الديتيل بتاعي هو قطاع واحد، بعكس طبعا الطريقة التقريبية كان فيه طبعا شرايح وكل شريحة ليها الحديد بتاعها، بس دي ادق بكتير. بعكس برضك لو انت صممت بيه حاجة اللي هي بالفاينايت إليمنت اللي هي باستخدام الساب أو خلافه، فأنت كل اللي بتعمله بتحط شبكة كاملة، بتقول له في عندي شبكة هنا مثلا 6×16 في المتر، وأقول له لا ده أنا عايز أحط هنا مثلا حديد في المسافة دي، أزود حديد هنا علوي، أزود هنا مثلا حديد سفلي، أيا كانت بقى الحالة بتاعتي. لو أنا عندي مثلا هنا في حديد الشبكة دي ما كفتهاش، أقول له والله حط لي حديد هنا في الحتة دي كده هوت على مسافة مثلا طبقا للشبكة بتاعة الفاينايت إليمنت، أحط قد إيه، زود السياخ هنا، زود السياخ سفلية هنا على حسب رسمة المومنت بتاعي. شكرا. وبكده يبقى احنا خلصنا شابتر 5 في الكورس بتاعنا اللي هو الرافت فاونديشن، وهنبتدي ان شاء الله من المرحلة القادمة نتكلم في الخوازيق وهنتكلم في الريتينينج وول. شكرا.